معانا العضو البرلمان شباب الثورة عمرو حامد، عايزين تشوف لنا النهارده جلسة مناقشة تسهيل للدستور ورأيك عن تشكيل اللجنة. هو طبعا احنا كان في اجتماع لهيئة المكتب وتم الاتفاق فيه ان موضوع اللجنة التأسيسية للدستور يكون اول الموضوعات اللي هنتكلم فيها، نظرا لان مناقشة ان مجلسي الشعب والشورى هيناقشوا موضوع الدستور غدا السبت، فكان لازم يبقى لينا موقف، لان خاصة ان الثورة هي التي كانت اسقطت الدستور، والثورة دي جاءت على الجثث الشهداء وجاءت وهي كانت السبب الرئيسي في ان يوجد انشاء لدستور جديد، فلا يجوز ان يوجد دستور على حساب جثث الشهداء اللي ماتوا في الثوره والثوره اللي شارك فيها جميع طوائف الشعب ان يمثل طائفه معينه. فاحنا هنا كنا مقترحين كشباب، واغلب الشباب اعتقد انهم متفقين، ان احنا نضع معايير للجنه التاسيسيه للدستور التي من المفترض ان تكون موجوده، ونعلن، وده هذا ان انا رايي اللي انا ابديته، ان احنا نعلن رفضنا لاي لجنه تاسيسيه للدستور لا تتم بناء على هذه المعايير. في حالة استمرار لجنة تسهيل الدستور بنسبة 50% ل 50%، واختيار برضو 50 ممثلين في البرلمان ل 50% اللي بره البرلمان على اختيارات ايديولوجية الاسلاميين، هيبقى رد فعل البرلمان ايه اذا كان دوره واضح الفترة الجاية سواء الضغط او كده؟ هو طبعا انا رأيي الشخصي، بعيدا عن لسه ما اتفقش في البرلمان عن ايه، رأيي الشخصي ان يتم رفض التعامل مع البرلمان او التعامل مع اللجنة التأسيسية للدستور اذا تم بهذه المعايير، ونكشف للجميع ان المعايير الموجوده للدستور معايير خاطئه، ولن نتفق مع اللجنه التاسيسيه في الدستور باي شكل من الاحوال، وان شباب الثوره وان المجموعات اللي موجوده، واعتقد ان ده بدا يحصل، ان في يوم السبت في تصعيد شديد جدا من الشباب ان هم رايحين في اتجاه اللجنه التاسيسيه للدستور من اعضاء مجلس الشعب والشورى اللي موجودين هناك في قاعه المؤتمرات، وهيكون في تظاهره غدا السبت، فاعتقد ان الشباب وان الجميع متفق على هذا الموضوع، متفق على الرفض، فاعتقد ان واحنا في البرلمان بنتفق، يعني كاعضاء اللي انا شفته النهارده من اعضاء البرلمان هم متفقين على الرفض، فاعتقد ان هيوجد خطوات اكيد طبعا تصعيديه في هذا الموضوع يعني. شكرا.